كابتن رمزي برحب بيك. ومسيرة كروية طويلة ما شاء الله، سواء مع الكرة المصرية أو الفلسطينية أو المنتخب. فعايزة أبدأ بقى من الأول خالص، يعني حضرتك أصلا مامتك يعني مامتك مصرية؟ مظبوط. صحيح؟ والدك فلسطيني، ولسه هنيجي للمعوقات طبعا اللي واجهتك يعني كعربي وكفلسطيني، بس عايزة أبدأ من هنا. أنت عشت في مصر قد إيه؟ يعني انا اول حاجه مواليد القاهره، مواليد عابدين. انت انا عابدين عند المحكمه. لا انت، انا بعيش، انا عند الشيخ ريحان. عارف الشيخ ريحان؟ ايوه طبعا. انا عشت لغايه ثالثه ابتدائي في عابدين. من ابويا الله يرحمه فلسطيني، والدتي ربنا يديها الصحه مصريه. كنت طبعا بدايتي كنت اللي هو بروح العب مع اخواتي واصحابهم، كلهم اكبر مني وانا اصغر واحد، فاصغر واحد يوقفوا جون، فبدات من هنا في الفواله، تعرفها؟ في الفواله طبعا. لقيت اتشرحت من الارض. طبعا. فكنت اروح اقف هناك جون لغايه ما اتنقلنا للعيش في السعوديه. كان عندك كم سنه؟ لغايه ثالثه ابتدائي تقريبا. عندهم ثالثه ابتدائي، الواحد عنده كام؟ 9 سنين 10 سنين تقريبا. انتقلت، رحت هناك، كنت حياة جت اللي هي ايه، انا كنت بحب العب لعيب، ما بحبش اقف جون في البداية. بس بعد كده اقنعوني، يعني عارفة هناك لما كنت العب في اقنعوني ان انا في حراسة المرمى افضل، يعني في اتحاد جدة براعي. بعد كده صغيرين. بعد كده طبعا والدي كان خلص عمله في السعودية وحب انه يرجع يعيش في فلسطين، بالتحديد في مدينة غزة، يعني بين اهله. رجعنا، كنت بقى حاسس انه خلاص بقى هناك ما فيش رياضه والموضوع بقى صعب، يعني رايح غزه ما فيش رياضه بالنسبه لك؟ خلاص بالنسبه لك الكره ما فيش خلاص الموضوع. وكنت متاثر كتير بالموضوع ده، وكنت زعلان يعني، وكل شايف كان ان انا بصراحه من صغري يعني بحب الكوره على طول، ودايما عارف ارجع من الفواله قدومي متبهدله ومتقطعه. حاجه صعبه. بس لغايه ما رحت غزه اكتشفت انه في حاجه، يعني اوكي الوضع مختلف تماما. في فرق هناك، وفي انضميت لنادي شباب جبليه. كان في مدرب ارجنتيني للمنتخب الفلسطيني وقتها، وانضميت لمنتخب فلسطين بس ما قدرتش اسافر معاهم برضو لظروف بقى، عارف الاحتلال الاسرائيلي والمعوقات اللي بيحطوها قدامنا، اللي ما كانش معايا هويه فلسطينيه اقدر ان انا تخيل، يعني انا في بلدي ورايح تصريح، ما اقدرش يعني لو ما اقدرش اخرج من البلد، لازم بتصريح. لا ما اقدرش اخرج لان انا داخل بتصريح ما يحقليش الاقامه هناك في بلدي. تخيل الموضوع صعب قد ايه. صعبه جدا. بس لغايه ما اتدخل الاتحاد الفلسطيني لكره القدم وقدروا يطلعوا لي حاجه اسمها لم شمل او هويه فلسطينيه، بحيث ان هي تمكنني ان انا انضم للمنتخب. كان كام سنه؟ كان عمرك كام سنه يا رمزي؟ 17 تقريبا. يعني اول انضمامك لمنتخب فلسطين؟ كان منتخب، لعبت اول ماتش ليا مع المنتخب بسنه 98. منتخب اول. منتخب اول في افتتاح ملعب فلسطين ضد فريق امريكي جه زياره لفلسطين، فجي عندنا لعبتهم. طبعا لانه كان المنتخب كنت وقتها معاهم موجود في البلد اقدر العب معاهم. فلعبت. كانت اول مشاركه ليا.